طبعا الأمر لم يكن يعني للوهلة الأولى، توقعت أن هذه عبارة عن يعني الأمر ليس جاد، ليس جادين. حينما قال لي، يعني هو استخدم في اللغة الإنجليزية، قال لي brother you are our hostage. فأنا يعني ضحكت، يعني قلت له يعني تقول لي أخي وأنت يعني رهينة، يعني أنت تمزح. قال لي لا، هذه هي الحقيقة. تحية. عندما تواردت الأخبار باختطاف مجموعة من شخصين، هو بيير كوركي وزوجته من محافظة تعز، كانت الأخبار في البداية تقول أنهم أمريكيين، ومن بعد ذلك ظهرت التأكيدات أنهم من جنوب أفريقيا. وفي ذات الوقت أنا أعمل في منظمة إغاثية أصلها من جنوب أفريقيا اسمها Gift of the Givers. بعد ذلك قررت بحسب علمي يعني أنه لا يوجد هناك أي سفارة لجنوب أفريقيا في اليمن لمتابعة هذا الموضوع. وبعد هذا الحادث مباشرة، وبعد أن تواردت الوسائل الإعلام بخطاب هذين الشخصين، تواصلت مع سفير جنوب أفريقيا في الرياض وطلب مني التدخل في هذا الموضوع بما استطعنا من ذلك. لكن كان لدي دافع كبير، وهو دافع النخوة والمروعة تجاه هؤلاء الأشخاص، خصوصا أني قد بدأت التدخل في هذا الموضوع، وأنا أعلم جيدا أني إذا لم واصل التقدم في هذا الموضوع فلن يتقدم أحد إلى ذلك. وجدت نفسي في منتصف الطريق، فإما أن أواصل وبنية طيبة بحاول أني أقوم بدوري كإنسان عربي مسلم مسالم محب للسلام، أو أني أتراجع وأكون مثل الكثير من الأشخاص وأقول أنهم لا، هذا الشيء لا يعنيني بإطلاقا. كانت الخطورة كبيرة، وكنت أعرف أني في لحظات كثيرة أن أعود سالما من تلك المناطق، لكن إيماني بالشيء الصحيح كان يواجه إيمانهم بالأشياء الخاطئة التي يظنون أنها صحيحة. التعقل واجب في هذه الأمور. أنا عندما تدخلت في هذه القضية، أنا تواصلت مباشرة مع جهاز الأمن القومي في الجمهورية اليمنية، وهم كانوا على تواصل دائم معي، وأيضا تواصلت مع مكتب رئاسة الجمهورية في تلك اللحظة من أجل تغطيتي، وشاركت في هذا الأمر بناء على طلب رسمي من السفير الجنوب أفريقيا هو كان سفير غير مقيم في اليمن وسفير مقيم في المملكة العربية السعودية. فكان لدي دوافع كاملة، لكن الحرص والنصح أولا بأول والتعقل في هذه الأمور لحال حالتها قد أكيد يساهم في حلها. يجب أن لا يشارك الناس، بعض الأشخاص لا يشاركون بدافع مادي أو ما قد يتحصلون عليه. إذا أرادوا فعل ذلك فليفعلوه يعني لأنفسهم ولمجتمعهم، خيرا لهم من أن يفعلوه من أجل المادة. لم يكن تكرار نجاح إفشال عملية الاختطاف وتحرير الرهائن إلا مدماكاً إضافياً في الوعي لدى الرأي العام العالمي بضرورة عدم الاستسلام لرغبات المجموعات الإرهابية. قد ينجح الإرهابيون في خطف رهائن والحصول على تمويل مالي، إلا أن الإجراءات الكثيرة التي وضعتها الحكومات ومجهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية ساهم بلا شك بمحاصرة هذه الظاهرة وتضييق الخناق عليها. فاختطاف الرهائن مقابل المال لم يعد بنزهة لدى المجموعات الأمنية، وذلك للأسباب التالية: الحزم بمواجهة عملية الاختطاف، فتطوير القدرات العسكرية والتطور الأمني والمخابراتي والمعلوماتي يجعل من فرص نجاح عملية الاختطاف احتمالاً ضئيلاً. القوانين الرادعة تلعب دوراً كبيراً في الحد من عملية الاختطاف، أو على الأقل في جعل الجهة الخاطفة تفكر أكثر من مرة في مآل خطواتها الإرهابية. العقوبات المفروضة على الخاطفين السابقين نجحت نوعاً ما في عدم تكرار الجريمة. والأهم من كل ذلك،
الوعي الاجتماعي والشعبي لخطورة ومغبة غض الطرف عن هذه الجرائم، جعل من مهمة الخاطفين أكثر استحالة، على قاعدة أن الأمن أصبح من مسؤولية الجميع ويشترك في تحقيقه الفرد قبل القوات الأمنية أو الجهات الرسمية. أن يدرك المواطن في مساهمته في حماية رعاياه أو السياح الأجانب في بلاده قد توطد الأمن في البلد التي يقطنها، يدفعه إلى انتهاج سياسة الحماية الأمنية. هذا ما أكده أكثر من مركز يعمل على إحصاء ردود الأفعال الناتجة عن عمليات الاختطاف مقابل الفدية. لا بل أبعد من ذلك، أن يدرك المواطن أن لتدخله ومساهمته مفعولاً أساسياً وجوهرياً في إنقاذ أرواح بشرية له من مفاعيل عملية على الحد من الجريمة. وبحسب دراسات أجريت مؤخراً، فإن ذلك ساهم بحدود ما يفوق 40% في تردد الجهات الخاطفة من القيام بعملها. إنه تضافر المجهود الأمني والقانوني والإنساني في مضاعفة خطر عملية الاختطاف ومضاعفة صعوبتها وكلفتها على المجموعات الإرهابية. في المفهوم القانوني يعرف احتجاز الرهائن بأنه كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى القبض على فرد أو أكثر أو حبسه أو احتجازه بقصد إجبار طرف ثالث على الاستجابة لتنفيذ أمر ما أو شرط ما، أو بقصد الامتناع عن أداء عمل معين. وبناء على تحديد المحكمة الجنائية الدولية أركان الجريمة، فإن اختطاف الرهائن واحتجازهم لا يمثل اعتداء على حقوق الإنسان المختطف في أمنه وحريته الشخصية وما يصاحب ذلك من تهديده بالقتل وإخافته فحسب، بل هي جريمة تستهدف أيضا ترويع غير المختطفين من الآمنين. يجب أن يعني أن يعرف الفرد قبل المجتمع بخطورة التعاطف مع هذا النوع من الأعمال. أي شكل من أعمال التعاطف مع هذه الأعمال الإرهابية يجب أن يتم التعاطي معها كحواضن لذلك الفكر، وبالتالي ما قد ينتج عنه هو عملية يعني ارتقاء التعاطف إلى نوع متقدم من التعاطف، ربما قد يصل إلى عملية التعاطي مع أفراد هذه التنظيمات مما يضر بأمن واستقرار هذه المجتمعات. فيجب أن يتحول الفرد، كل فرد في المجتمع، إلى قلعة خاصة مناهضة لأي شكل من أشكال العنف والإرهاب. وهنا تأتي مسؤولية الدولة والمجتمع وليس فقط الدولة. يجب أن يتم تنمية هذا الوعي لدى الفرد. المسؤولية القانونية هي بالأول، ثانياً المسؤولية الأخلاقية. وفي هذا النوع من الجرائم يعني المطاردة أو الملاحقة القانونية لهؤلاء الأشخاص لا تسقط بالتقادم مهما طالت الفترة، إما في عملية مواجهة هذه العمليات، في عمليات تحرير الرهائن، فإن المبدأ القائم هو على استخدام القوة القصوى مع من يحمل السلاح في مواجهة مدنيين عزل. لذلك هناك مبدأ قائم في عملية التعاطي مع المختطفين، وهو التعامل with extreme prejudice، أي عملية توظيف القوة القصوى والتعاطي بتمييز حد، إما فيما يتعلق بأشكال تلك العمليات. ربما أحد الأمثلة هو ما حدث لقارب سياحي، يعني قارب خاص كان يبحر في المياه الصومالية وتم اختطافه من قبل قراصنة صوماليين. قوات خاصة فرنسية أو من خلال قنوات دبلوماسية دفعت تلك الفدية، ولكن بعد وصول الخاطفين إلى الأراضي
الصومالية وتوغلهم في الصحراء، تمت الإقارة عليهم من قوة خاصة فرنسية وتم قتل تلك المجموعة بالكامل. هنا ينطلق مبدأ عملية كيفية التعاطي وكيف تنظر دول إلى عملية الاعتداء على أمن وسلامة أفرادها أو المجتمع. كلما زاد النشاط وكلما زادت كذلك عائدات دفع الفدية، كلما زادت الانشقاق والتصدع داخل هذه التنظيمات. دعني أقول أنه في الجزائر أكثر على الأقل الدول التي تعرف بممارسات المواطنة على الأقل في مسائل التبليغ وفي مسائل التصدي لظواهر الاختطاف، لنا فيها نماذج كثيرة جدا، وربما لنا فيها كذلك عمليات كثيرة. وعدنا كذلك لمسألة اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في شمال مالي، اندماج القبائل في منطقة شمال مالي الذين يرتبطون بصلات قرابة بالتوارك بالجنوب الجزائري وتواصلاتهم وتفاعلاتهم والتنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات الجزائرية، أدت في نهاية المطاف إلى تحرير الرهائن دون ما أن تكون فيه خسائر، دون ما أن تكون فيه كذلك خضوع للدولة الجزائرية لمنطق هذه التنظيمات الإرهابية. هذه تقريبا أبرز وأهم هكذا نماذج التي تم فيها أو كان فيها المواطن رقما في المعادلة من أجل تحرير المختطفين أو من أجل كذلك التصدي لظاهرة الاختطاف. المواطن مسؤول، والمسؤولية مسؤولية جماعية في بناء المقاربة الأمنية أو في تحقيق السياق الأمني. بالتالي المواطن إذا ما خضع فهو سوف يفتح المجال لتمدد هذه الظاهرة ولتعميم هكذا ممارسات، لكن إذا ما وقف المواطن كجدار صد وبلغ وتعامل مع الجهات الأمنية فهو سيسهم بشكل كبير جدا في الحد من تمدد هذه الظاهرة والتقليص كذلك من أثارها، وسيسهم في التفاعل مع المؤسسات الأمنية من أجل محاربة هذه الممارسات الشاذة سواء كان على مجتمعاتنا العربية أو حتى على المجتمعات الدولية. طبعا يمكن إشراك المواطن في إفشال عمليات الاختطاف عن طريق أولا التوعية، يجب أن يكون المواطن واعي بهذا بجرم هذه العملية، يجب أن يكون المواطن يعني في الجانب القانوني يعلم أن هذا أن القانون يحميه عندما يبلغ عن هذه الجرائم. المواطن مثلا هنا في الجزائر، يعني الجزائر عانت من هذه الظواهر، ظواهر الاختطافات الإرهابية خاصة في مناطق بعينها في الجزائر أين كان يعني الإرهاب متمركز. كان المواطنون دائما يساعدون الأمن، دائما هم من يبلغون، وفي أحيانا المواطنون هم من يقومون بالبحث مع فرق الأمن والدرك الوطني. فالتبليغ عن الإجرام موجود في 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 كل مكان في العالم، فلا يستطيع إنسان عاقل أن لا يبلغ ويتحاشى عن التبليغ عن جريمة معينة إن كان شاهدا عليه، لأن المواطن بحكم تماسه المباشر مع كل شرائح المجتمع بإمكانه أن يكون مصدرا أساسيا للمعلومة الأمنية التي تحول دون وقوع عمليات اختطاف. وعي المواطن وتتحمل الدول ووسائل الإعلام سواء الرسمي أو غير الرسمي، يتحمل الباحثون والمفكرون، يتحمل الوعاظ والمرشدون أكانوا في المساجد في الكنائس في المعابد، يتحملون جزء من هذه المسؤولية. طبعا أجهزة الأمن أكيد المفروض لها نشرات دائمة توعي فيه الناس وتحذر من خلال جرائم تعرضها بشكل أو بآخر بنسبة أو بأخرى. أقول يجب كل هؤلاء أن يشاركوا، مراكز البحث ووضع أسس وقواعد تساعد المواطن في ذلك، كل هذا مطلوب على الصعيد الرسمي وغير الرسمي، التعليمي وغير التعليمي، الأمني وغير الأمني. إذن كلنا مسؤولون من أجل توعية المواطن في أي مكان في أي بلد بالحذر ووسائل هذا الحذر. فكلما استطاعت أجهزة الأمن أن تطوق جريمة بأساليبها التي تستعمل والخطف الذي يستعمل وكيفياته وأسبابه، نجد أن هؤلاء المجرمون هؤلاء الإرهابيون أيضا يطورون وسائلهم ليكونوا بعيدين عن قبضة الأمن واكتشافهم المسبق أحيانا
وغالبا وهذا ما نسميه أو تسميه أجهزة الدولة بالأمن الوقائي أو الاستباقي، وهذا مطلوب دائما، وكلما على مستوى هذا الجهاز كلما كان اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أسرع وأنجع، وإذا وقعت أيضا يكون هناك إمكانية عالية لتخليص الرهائن من هذه الأيدي العابثة المجرمة. لعل التجارب المتعددة وفشل العديد من محاولات الاختطاف قد منح الجهات الأمنية والمواطنين معا المزيد من المناعة والثقة بإمكانية القضاء على هذه الظاهرة وقطع الطريق أمامها. فماذا يقول علم النفس الاجتماعي، وكيف يمكن زيادة هامش الدور الفاعل للمواطن؟ عندما عدت هنا إلى جنوب أفريقيا، من الأشياء الإيجابية جدا التي يعني لعلها هونت علي نتائج تدخلي في هذا الموضوع، عندما رأيت يولاندي كوكي مع أبنائها، هذا كان شيء إيجابي جدا. عندما رأيت فرحة أطفالها بها، شيء لا يوصف. لم تكن مهمة كتابة حلقات هذا الوثائق بالسهلة، فمقاربة مثل هذا الموضوع ورغم أنه يشكل ظاهرة خطيرة تتقاسمها معظم الدول، إلا أن حساسية مفرطة تكتنفه. فبين إنقاذ روح وبين تمويل مجموعة إرهابية وتشجيعها على القيام بأعمال إرهابية أخرى، خيط رفيع تتداخل في نسجه الكثير من العوامل، فإما يؤسس لمجتمع وبيئة وبلد آمن، أو يكون سبباً أساسياً في دمار المجتمعات وانهيار الدول بمن فيها من إرهابيين.